عشر يوم من الاحتجاجات والتظاهرات التي دعت إليها النقابات العمالية هنا في وسط العاصمة الفرنسية باريس. الآلاف من الفرنسيين يتوقع أن يشاركوا في تظاهرات اليوم، حيث من المتوقع خروج أكثر من مليون متظاهر في كامل البلاد. في العاصمة يتوقع خروج من 70,000 متظاهر إلى 100,000. بالتزامن مع التظاهرات هنالك أيضا إضرابات يتم تنفيذها في عدد من القطاعات المختلفة، لعل أبرزها النقل والتعليم والطيران. نقابة المعلمين قالت بأن 30% من المعلمين شاركوا في إضراب اليوم. المديرية العامة للطيران المدني طالبت بإلغاء 20% من الرحلات في مطارات فرنسية مختلفة. أيضا بالنسبة للقطارات سيتم تسيير 3 قطارات من أصل 5. الشرطة الفرنسية استبقت التظاهرات وأعلنت عن نشر 13,000 شرطي في كامل البلاد، منهم 5,500 رجل أمن في باريس تحسبا لأعمال شغب وعنف. رئيسة الحكومة إليزابيث بورن أظهرت رغبتها في التهدئة مع النقابات، وأكدت أنها ستستقبل جماعات وأحزاب المعارضة اعتبارا من 3 أبريل نيسان المقبل، وستجري لقاءات مع منظمات نقابية وأرباب العمل في 10 من الشهر القادم أيضا. لكن على ما يبدو بأن التظاهرات تتواصل والاتهامات تتبادل بين الرئيس واليسار الراديكالي، ولا أفق بعد لحل الأزمة التي تعيشها البلاد، خصوصا مع تعنت الحكومة من جهة والنقابات العمالية من جهة أخرى. علاء الدين صلال، قناة الغد، باريس.